دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم أفضل أهداف الجولة. خطيرة وضعية الرائد الآن قوية بهذه الطريقة. بانجورا مر 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 شو درج إلا أن روح الرائد باقي. الله الله الله، شوف نغمات بتزيلي، شوف الاستلام والمراوغة من بانجورا. الهلال يستمر والكرة من الميدا، هاتوخذ 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 هاتوخذ. الله، الاستراحة في الأوقات المهمة، لكن شوف التكتاكا، شوف نواف والميدا، وانتو وانتو وصلت للثري، وصلت للثري الثالثة في المرمى. عاد فريجي متصلا بالشبكة من جديد، دخلت إريك يبحث عن مساحة عن تمريرة، وصلت إلى توزين، بينية خطفها بسمار، انطلق بسمار، علقها بسمار وتمسك بكل أمال. مرونة فيها الحضور، الأمال، التمريرة، المرور، التصويبة، يا بسمار شوف العلامة، شوف التصويبة، شوف التسعين، شوف الطلق. هجمة هناك على طريقة الدوري الإنجليزي، الهجمات المرتدة واللعبات السريعة، مستحيل. عدنان فرناندا، عدنان من بعيد، يا الله، خلاص خلص الكلام يا عدنان، خلص الكلام يا عدنان. وركنية اتلعبت قصيرة، ومحاولة من تاني للاتحاد، عرضية من عبد الفتاح، يا ولد عالمي جميل جمال، جميل جمال يا جمال. في اللقطة اللي فاتت هي للعرضية، وادي جميل جمال، جميل جمال بقى تندوح، جميل جمال، وضربة خلفية مزدوجة، دبل كيك، دبل كيك. صعبة عليك دي يا عويس، صعبة عليك دي يا عويس، لكن